مشاهد. يعني انا الموضوع جديد عليا، بس المفروض تبقى بوش عشان تكمل طبعًا. فكره انك انت طبعًا. تنجح بالشكل ده والناس تتفرج بالشكل ده، اكيد بالنسبه لك ده دافع ان انت او حافز ان انت تكمل. اللي حصل كان ليه ايجابياته وسلبياته معايا. طبعا انت اتخذت من الدار للنار. يعني انا في يوم وليله انا راجل بلبس بدلتي انزل على شغل الصبح ارجع اخر النهار. دي حياتي. لابس طقمي ماليش دعوه بالجو ده، بسمع زي اي حد. بس الغنى كان طموحك برضو من زمان جدا، اكيد حلم عمره ما مات من زمان جدا. بس خلاص انا اتنزلت عنه زي ما الكوره كانت حلم في يوم من الايام. فخلاص بقى يعني زي كتير قوي من المصريين يعني. طيب انا ببص على الكومنتات بقى بتاعت الناس، لقيت في خناقات في الكومنتات. الناس بتتخانق، الفانز بتوع استاذ تامر عاشور داخلين بيهاجموني لان انا مغني بطريقتي، وفي ناس عجبها الغنى باحساسي انا وداخله بترد على الناس دي. فببص لقيت كومنتات غريبه جدا، فقعدت مع نفسي كده والناس ابتدت تكلمني، طب ما تعمل واحده تاني بعدها على طول ب 10 دقايق. حتى الجدل ده مفيد بالنسبه لك ومطمئن ان انت ما يعني اغنيتك ما مرتش مرور الكرام، الناس وقفت قدامها وسمعتها كويس واتقسموا في تقييمهم ليها او نظرتهم ليها. ما كنتش انا اعرف الكلام ده كله. يعني انا مش ايه ده انت اتخضيت بس ايه في ايه يا جماعه. طب ولو غنى حاجه الناس بقى كومنتات، ده اخره يغني مش عارف فين، ده كلام كده. فانا من جوايا عندي انا بحب ده، يعني انا بحبه. طب خلاص نعمل واحده كمان. رحت الناس في البيج اللي انا عامل فيه الغنوه كلموني قالوا لي تعالى نعمل واحده ثانيه. قلت لهم انا عامل واحده قديمه اسمها بوعدك، كنت كلامي ولحني ممكن نعملها كفر كده. تعال رحت عملتها ونزلت، كانت هنا بقى كان لازم انا اكمل من هنا. لقيت ان ناس من اللي كانوا بيهاجموني داخلين بيصني، يعني داخلين اللي هم متابعيني، انت عملت ايه، لا انت كده كويس، احنا اسفين. اغنيتك بقى اغنيتك غير المقارنه مع مطرب تاني، لما تغني اغنيه لحد تاني دايما بيحصل نوع من المقارنه دي. مش مقارنه، ومقارنه بالنسبه لي ظلمه، لان تامر عاشور في حته يعني انا من الفانز بتوعه يعني. فاللي هو ان انت تخاطري وتاخدي حاجه من حاجاته يعني هغنيها، ما انا مش عارف ان كل ده هيحصل. فاخر اغنيه بقى بنزلها انا بنقابل ناس، البيدجات اللي هي اصلا بتاعه الفانز بتاعه تامر عاشور بتشير لي الشغل بتاعي بتحطني انا دلوقتي في مقارنه معاه. يعني ده ادالك بقى دفع انت تكمل خلاص بعد ما كنت واخد قرار ان انت ما تكملش. يعني غالبا هو خضه اكتر الموضوع ده. لا خلاص بقى سكتي. ابتديت بقى شركات الانتاج تكلمني عايزه تمضي معايا. كان الكلام ده في 2018، عملت البوم اسمه ابسون بالعشره مع شركه انتاج، وربنا كرمني فيه جدا يعني الحمد لله، وفي اغاني فيه اتسمعت كويس وكليبات بقى، وبتذاع يعني كليباتي بتتذاع على قنوات مزيكا وفري انت موجود. بس انت لسه مكمل في شغلك؟ لسه مكمل في الوظيفه ولا خلاص؟ لا خلاص بقى، ما خلاص يعني اتنزلت. انا بس ده قرار صعب قوي، فكره ان انت يكون بقالك كتير في وظيفه معينه وتتخلى عنها علشان